طوندونس المغربي مجخلط ما فيه ما يتشاف. انا خرجت قلت غادي نلقى الناس داولين على شي موضوع، السياسه ديال البلاد فين وصلات، المغرب فين مشات. لقيت الشيخه تراكس مكروزه حلوفه ولا ما عرفش مسميه راسها مريحه دايره البوز، ولات بحال الرابعه العدويه، لا قرايه لا درايه والو، جسد اتان زوجات الحمار. شو عرفك انها مقرايه؟ قال لك اتجه لهذا الميدان ديال الشيخه، حيت الشيخه هي كلمه قدحيه. نقولوا شي واحد سيري ولد الشيخه ولا مك شيخه كلمه قدحيه ماشي كلمه مشرفه. غير هما بغاو يعطيوها واحد الطابع بانه ديال لا الشيخه راه واحد الانسانه مناضله، واحد الانسانه اللي حرات البلاد. ما حراش بلاد الشيخه، الشيخه كتمشي تغني للخوانه ديال البلاد. كانوا الفرنسيس كيجيو من اللي بغاو يقصروا يجيبوا الشيخات يبقاو يشطحوا ليهم، داو شي يكذبوا علينا ويهمونا. وديك الهضره ديال التلفزيون لا التراث العيطال الفن ما كاين لا عيط لا والو. شاليلي هادشي اللي كاين.